السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدو لي أنه الصوت واضح في الرسائل وسمعيني بشكل كامل. تمام، برحب فيكم في اللقاء، أعتقد تقريبا السادس، واللي هنبدأ فيه في اليونيت 3، الوحدة الثالثة، مع Good Times and Bad Times. وحنركز فيه على نقطة مهمة أو نقاط مهمة وعديدة، اللي هي related to grammar points، اللي هو له علاقة بالقواعد. طبعاً لما توفر الجوجل ميت وقدرت أسجل فيه، فهنا استخدمناه من غير ما تطلبه. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة ليوم السبت القادم، إن شاء الله حيكون في عندنا كويز في القواعد فقط تبعت الوحدة هاي، يعني القواعد اللي هنخدها اليوم، وإن شاء الله بيكون معنا وقت بناخد بعض الأسئلة، حيكون فيهم كويز يوم السبت القادم إن شاء الله. تمام، خلينا نبدأ، بحيث إنه عندنا يعني محاضرة شوية طويلة هيك، خلينا نركز إن شاء الله. كمان حاجة بالنسبة للي بنضمه من هنا ورايح، حيكون الانضمام مسموح فقط أول خمس دقائق، لأنه بيضل يطلع لي ويقطعني في الشرح، فهذا حيأثر على جودة الشرح، فإحنا ما بدنا يأثر بأي طريق. علمهم الوحدة عندنا الـ Good Times و Bad Times. في اليونت 3 حنتناول فيها ثلاث نقاط أو عدة نقاط: الـ Past Tenses، الـ Past Simple، Past Continuous. Past Simple أو Past Continuous حنشوف إيش اللي نستخدم منهم وإيش الأفضل. Used to و Past Perfect. وحنحكي عن الـ past tenses in the passive كمان، يعني استخدامهم في زمن الماضي، الزمن الماضي في المبني المجهول. أكدوا لي إذا الصوت واطي يا ريت يا جماعة، إذا في حدا عنده الصوت واضح عادي. تمام، إذا في حدا عنده الصوت واطي أكد لي. واضح، مش سامع شيء. طيب، عدد كبير بيقول واضح، يبقى الأمور تمام. الخلل عند اللي بيقول مش واضح. تمام، شكرا لكم. تمام، خلينا نمشي. أول شيء، بداية مع الباست سيمبل أو الباست تنسز بشكل عام، هنحكي ملخص عنهم بشكل كامل، وبعدين نتحدث يعني بالتفصيل عن كل نقطة. لو أخذنا الجملة هاي بتقول We use different past tenses to describe moments and periods of time in the past. يعني بنستخدم أزمنة الماضي to describe moments and periods of time in the past. بدي أوصف لحظات وفترات وقت في الماضي. نشوف المثال هذا، بيقول لي when we got to the airport at 11، لما وصلنا للمطار الساعة 11. الآن في عندي أربع أو ثلاث أزمنة مختلفة بمعاني مختلفة. طبعا عندي الأوقات اللي ظهر أمامكم 10:30، 11 و 12. خلينا احنا نيجي عند أول زمنين، هم تعاملنا معهم اللي هو 11 والعشرة ونصف. طيب، When we got to the airport، لما وصلنا الايربورت الساعة 11، إيش كان؟ The plane had arrived، الطيارة كانت قد وصلت. وصلت هي الساعة 10:30 وأنا وصلت الساعة 11، يبقى مين الحدث الأول اللي صار؟ الحدث هذا اللي هو وصول الطيارة، The plane had arrived، فكان عندي past perfect. استخدمت past perfect لما كان الحدث هذا حدث قبل حدوث الحدث الآخر اللي هو تبع الساعة 11.
يبقى بستخدم الباست بيرفكت لما بدي أعبر عن حدث قبل حدث آخر. طيب خلينا نشوف الزمن الثاني. لما وصلنا للمطار الساعة 11، ماريا was waiting for us. ماريا كانت تنتظرنا، يعني كانت بتنتظر قبل لنصل بخمس دقائق مثلا، واستمر لحد ما وصلنا. فإحنا لما وصلنا الساعة 11 لقيناها كانت بتنتظر فينا. طيب الزمن الثالث هذا past continuous. الزمن الأخير when we got to the airport at 11، عندما وصلنا إلى المطار الساعة 11، I parked outside the terminal. يعني إحنا وصلنا بعد ذلك أنا صفيت يعني خارج المحطة اللي هي محطة الوصول. فالواضح إنه في الباست سيمبل استخدمته عشان أحكي إنه الحدث صار بعد الحدث الأول اللي هو وصولنا للساعة، وصولنا للمطار الساعة 11. يبقى باست بيرفكت الحدث صار قبل، الباست كونتينيوس في نفس الوقت صار تقاطع أحداث، أما الباست سيمبل الحدث صار بعد حدث آخر. طيب هذا بشكل عام، بشكل كامل أقصد. حندخل الآن في التفاصيل واحدة بواحدة. هذول بنسميهم الميجر ديفرنسز، يعني الفروقات الـ 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 يعني الـ الواضحة بين الأزمنة. الباست سيمبل، الباست سيمبل the form of the past simple is the same for all persons، يعني نفس الزمن ل أو نفس التركيب لجميع الضمائر، سواء I, he, she, we، كله نفس الزمن. نشوف المثال. He left at 3 o'clock. غادر الساعة 3 مساء، وجملة مثبتة. They arrived 3 weeks ago. وصلوا قبل 3 أسابيع، وبرضو جملة مثبتة. She didn't finish on time yesterday. لم تنهي على في الوقت بالأمس. يعني منفية. I didn't visit my parents last weekend. لم أزر والدي اللي هو نهاية الأسبوع الماضي. قالوا the form of the past simple is the same for all persons. نكمل هنا إيش نفس المعلومة. في عندي when did he finish the report؟ حين أنهى متى أنهى التقرير؟ WH question. What time did his train leave؟ برضو WH question بطريقة أو باستخدام كلمة مختلفة. وفي عندي برضو short answers. Did you enjoy the meal؟ هذا yes or no question، وهي عليه الإجابة ب yes or no. طيب معلش إحنا حكيناهم بشكل كامل، خلينا نرجع واحدة واحدة. هاي هي وهاي ذاي left، وبينفع أقول they left, we left، لا يتغير أو ما بنحطش إضافات على الفعل بسبب إضافة الضمير، سواء he, she, they، وإنما الماضي فقط التصريف الثاني، وهذا في الـ irregular verbs، الأفعال غير منتظمة. أما بالنسبة للأفعال المنتظمة بنضيف لها فقط ed في نهاية الكلمة، بصير فعل في التصريف الثاني. طيب الآن الجملة الثالثة. She didn't finish on time yesterday. يعني لم تنهي في الوقت أو بالضبط يعني بالأمس. الآن النفي كلمة واحدة اللي هي didn't، بستخدمها لجميع الضمائر، سواء she، سواء I, they, you, we، كله بستخدم له didn't. طيب وكمان بيجي بعد didn't finish اللي هو التصريف الأول للفعل من غير أي إضافات. بالنسبة للأسئلة بكل بساطة بجيب when أو what أو who أو where، كل ال WH words اللي تعلمناهم، وبعدين بحط did واللي هي كلمة اللي خاصة بزمن الماضي في الأسئلة، بعدين الفاعل، بعدين التصريف الأول للفعل finish، وبأكمل الجملة بشكل طبيعي. هاي نفس الآلية. الـ yes or no question شلو لي when or what time، بصير عندي yes or no question. Did he finish the report مثلا؟ Did you enjoy the meal؟
Yes, we did. No, we didn't. بكل سهولة. Past simple. خلينا نيجي لاستخدامات ال past simple. ال past simple يا جماعة is used to express a finished action in the past. We met in 2000. We met in 2000. تقابلنا في سنة إيش؟ الألفين. طيب الآن إحنا تقابلنا في سنة الألفين، فالحدث هذا صار وانتهى في الماضي، فاستخدمت past simple. I went to Manchester last week. برضو ذهبت إلى مانشستر الأسبوع الماضي، وبنفس الآلية شيء انتهى في الماضي. طيب خلينا نشوف. جون left 2 minutes ago. غادر جون قبل دقيقتان، برضو شيء صار في الماضي وانتهى. قالوا we use past simple to express actions that follow each other in a story. يعني في عندي أحداث في قصة، تسلسل الأحداث هاي أنا بستخدم الباست سيمبل عشان أعبر عنه. فبقول ماري walked into the room and stopped. She listened. She heard. She threw. She saw. فقاعد بحكي أنا عن زي ما أنتوا شايفين سلسلة أحداث متتالية كلها صارت في الماضي. تمام؟ بنفعش يعني هنا أبدأ ماضي وهنا ماضي بعدين أحول present simple. لا، بده يكون كله ماضي بشكل متوالي. ممكن استخدم past simple على اقول a past situation or habit. تمام؟ يعني عشان بدي احكي عن عادة في الماضي او موقف في الماضي. فمثلا بقول when I was a child we lived in a small house by the sea. Every day I walked 4 miles on the beach with my dog. So هنا استخدمت was, lived, walked. كل هذا استخدمته في الماضي عشان احكي عن عادة. طبعا بقدر استخدم past simple، وفي اوقات نستخدم used to وهي الافضل في الاستخدام. فبقول we used to live in a small house. I used to walk 4 miles. بدل ما اقول we lived قلت we used to live. بدل ما اقول I walked I used to walk. طبعا حناخدها كمان شوية used to بتفصيل اكثر، وطبعا انتم بتعرفوها ولكن حنعرج عليها كمان. كيف بتضيف ال ed للافعال؟ الان ال ed يعني سهلة جدا، بضيف أغلب الأفعال إلها إيدي بشكل عادي من غير أي مشاكل. مثلا work بتصير worked، want wanted، help helped، wash washed. طيب when the verb ends in E add D. إذا الفعل انتهى بحرف الـ E بس كل علينا نضيف D. فمثلا like liked، use used، hate hated، care cared. If the verb has only one syllable with one vowel plus one consonant, double the consonant before adding ed. بمعنى إذا الفعل انتهى بحرف ساكن، طبعا الفعل هذا قصير، حرف ساكن قبل الحرف الساكن هذا في حرف علة زي ال P هنا حرف ساكن وال O حرف علة، قالوا بنضعف حرف ال B بصير حرفين. فبقول stop stopped، plan planned، rob robbed. تمام. بالنسبة للمحاضرة يا جماعة هاي أنا نزلتها على المودل قبل، ودائما حصير أنزلها على المودل قبل المحاضرة. But we write، خلينا نشوف. احنا قلنا stop stopped، plan planned، rob robbed، لكن طلعوا هنا قلنا cocked مع انها انتهت بساكن قبل حرف علة. طيب قلنا seated moaned بنفس العلة. طب ليش؟ قال عشان هم مسبوق، يعني حرف الساكن مسبوق بحرفين علة، فهدول ما بنغيرهم بنحطهم كما هم. كمان the consonant is not doubled.
حرف الساكن ما بنضعفه إذا كان أحد الحرفين Y أو W. طيب نشوف إيش القصة هنا. زي play, played, show, showed. In most two-syllable verbs, the end consonant is doubled if the stress is on the second syllable. طيب ماذا نقصد؟ إنه في الأفعال اللي ذات مقطعين هنا شوية صعب عليكم، أدخل في تفاصيل في اللغة ما بتلزمكم. احفظ الكلمات هاي كما هي، يعني prefer بتصير preferred، حطيت دبل E تمام؟ سوري دبل R، وadmit admitted برضو دبل T، فيعني اعرفوا الكلمة كما هي أحسن ما ندخل في تفاصيل وتتلخبطوا. نفس الكلام بنحفظ entered زي ما هي من غير تضعيف حرف، وvisit من غير تضعيف حرف، هي اللي بيلزمنا بشكل أساسي. طيب الأفعال اللي بتنتهي بحرف ساكن يتلوه حرف الواي، قالوا بنحول الواي ل IED. طيب كيف؟ carry صارت carried، hurry hurried، bury buried. إيش سويت؟ حرف الواي سبق بحرف R اللي هو ساكن، حولته لآي بنفس الآلية، بنفس الآلية حولته لحرف آي وضفت الإي دي، ولكن طلعوا عندي enjoy كتبتها enjoyed. طب ليش؟ لأنه حرف الواي سبق بحرف أو. في هنا عدة أفعال برضو رفعت لكم إياها على المودل أو حرفعها اليوم، خلينا أظهر لكم إياها لحظة بس. هاي الأفعال هي عبارة عن الأفعال الشاذة، وهاي الأفعال قائمة كبيرة ولكن ضرورية وفيها أغلب الكلمات، مش كل الكلمات أو مش كل الأفعال، ولكن أغلب الأفعال اللي بيتم أو إلها تصريف مختلف عن باقي، اللي هو يعني تصريف شاذ، تصريفات شاذة، فيها البيس فورم والباست سيمبل والباست بارتيسيبل. هاي حنزل لكم اياها على المودل بحيث تستفيدوا منها. خلينا نرجع لشرحنا. تمام. الان عندي في حاجة اسمها time expressions، واللي هي التعبيرات اللي بنستخدمها عشان ندل على الباست سيمبل. بيقول I met her، قابلتها. نشوف بعض الكلمات اللي بتدل، مثلا نقول last night اللي هو قابلتها الليلة الماضية. I met her 2 days ago، قبل يومين. I met her yesterday morning، بالأمس صباحا. I met her in 2001. I met her in summer. I met her when I was young. هدول الكلمات أو التعبيرات دلوا على الزمن الباست سيمبل، ولكن مش بالضرورة يعني دائما يكونوا بدلوا، ولكن في أغلب الأوقات يعني غالبا بدلوا على الزمن الماضي. الجزئية الثانية واللي هي الباست كونتينيوس، وانتوا عارفين بنستخدم الواز والوير والفيرب والاي ان جي عشان نشكل الـ past continuous. فبقول I was learning French. They were driving to Paris. He wasn't waiting for a long time. We weren't waiting for a long time. What was he? والأشياء هاي. هذا بلخص استخدامات الـ past continuous وبلخص تركيبه. يعني I أخذت، خلينا نشوف
I و he و she و it اللي هو الضمير المفرد أخذ was زائد الفعل زائد ing اللي هو بالتركيبة إيش الموجبة. طب الجملة الثانية they أخذت إيش where زائد الفعل زائد ing وبرضه تركيب الموجب. طبعا they ممكن يكون بدلها you ممكن يكون we بشكل متبادل. أما بالنسبة للنفي he أو she أو it أو I زائد wasn't زائد waiting اللي هو wasn't زائد الفعل زائد ing وهذا النيجاتيف فورم من الزمن. للجمع وير بدها تصير ورنت بكل بساطة وبنفس الآلية وبطلع عند النيجاتيف فورم. أي سؤال بيبدأ ال WH سهل، بحط كلمة ال WH بعدين was أو where حسب، المفرد بحط له was، الجمع بحط له where زائد ال subject اللي هو الفاعل بعدين بحط الفعل وبعدين ing. في حاجة اسمها yes or no question short answers، بدل when و what بحطهم في البداية بشيلهم بحط was he looking for me were they waiting outside وبجيب بنفس الآلية بصير عندي طريقة كتابة السؤال اللي هو ال yes or no question. الشورت انسر الإجابة حتكون للسؤال الأول was he حتصير yes he was أو no he wasn't. أما were they حتكون yes they were أو no they weren't. طيب معلش أنا بحكي كتير وهو الأمر يعني يتطلب حكي كتير الآن عشان بس هيك ما ضلنيش أحكي. The past continuous is used، لإيش يستخدم ال past continuous؟ حسب عينكم بدي آراءكم يعني اللي بتعرفوها عن ال past continuous، اللي حابة تحكي ترفع إيدها وأنا بسمح لها تحكي. مين عندنا؟ خلينا نشوف. آية. من شهر. آية عابد. أي تمام. يس. لأحداث اللي هي أحداث حدثت في الماضي واستمرت لفترة زمنية معينة ثم انتهت. تمام. طيب هاي استخدام واحد، شكرا يا آية. في كمان استخدامات. جنين، يلا يا جنين. نستخدمه لو صار كان في عندنا حدثين، حدث مستمر وحدث ثاني قطعه. الحدث المستمر بيكون ماضي مستمر، أما القاطع بيكون بسط سيمبل. تمام شكرا يا جنين، ممتاز. تمام كمان ضايل في حدثين أو في استخدامين، مين بإمكانها تحكي لنا؟ نغم، تفضل يا نغم. طب نغم ما بدها تحكي؟ بنستخدمه لحدث صار في الماضي وما زال مستمر. ما زال مستمر يعني حتى اللحظة؟ إيه لا، هيك دخلت على present perfect. شكرا يا نغم. طيب خلينا نشوف أمل. التعبير عن نشاط incompletely، تعبير نشاط غير مكتمل. أها نعبر عن نشاط غير مكتمل، تمام very well done. ضايل واحدة الآن، شوف هيام إذا عندها شيء. طيب لينا، خلينا نشوف لينا حلاق. ممكن نستخدمه لما بدنا نعبر عن رأي أو نفرض رأي بطريقة مهذبة، فنحكي مثلا I was wondering، مثلا أنا سأل لو كذا أو كذا. ماشي ممكن، بس يعني مش استخدام رئيسي. لا ما سمعت اشي هي. طيب بدي أعيد لك. تفضلي. We use past continuous when the action or situation had already started before this time but had not finished. هذا أول استخدام.
ثاني استخدام when the action middle of doing something at a certain time، صح؟ ماشي، هدول حكوهم. طيب هدول في الحالات. تمام، في استخدامات تانية الآن حنشوفها. تمام، علمهم. شكرا يا هيام، شكرا لكم. خلينا نشتغل مع بعض الآن. ممكن أحكي كمان استخدام؟ مين؟ إيمان. تفضل يا إيمان. للوصف، لما نوصف شيء معين. أها، very well done. Describe Thank you. something. Aha, to describe something. Yes, thank you, Imam. Okay. فالباست كونتينيوس، خلينا نراجع الكلام اللي انتم حكيتوه بهذا الخصوص. To express activities in progress before and probably after a particular time in the past. يعني في نقطة معينة في الماضي، قبلها أو بعدها بأحكي عن النشاط هذا. في نقطة معينة بحكي عن النشاط هذا، وأكيد هو بكون بدأ قبل النقطة اللي أنا بحكي عنها وحيستمر بعدها. فمثلا at 7 o'clock this morning I was having my breakfast، يعني أنا الساعة 7 صباحا كنت بتناول طعام الإفطار. هل أنا بدأت على 7؟ ممكن أكون بدأت 7 لدقيقة، 7 لخمس دقائق، واستمريت حتى لـ7:05، ولكن على الساعة 7 كنت أنا قاعد بتناول الطعام. You made a lot of noise last night. كان في دوشة أنت عملها كتير، الدوشة الليلة الماضية. What were you doing؟ إيش كنت بتعمل لما كان في دوشة؟ فحددت وقت معين لما كان في دوشة إيش كنت بتعمل، فاستخدمت الباست كونتينيوس. كمان بنستخدمها زي ما حكيت for descriptions، للوصف. كيف للوصف؟ يعني رحنا على الفرح وشفنا أهل العروسة وشفنا أهل العريس، وطلعنا على العروسة والعروسة كانت جميلة، فبدأنا نوصف فيها. She was wearing a green cotton dress. Her eyes were shining in the light of the candles that were burning nearby. يعني استخدمت بدي أوصف الفستان اللي لابساه، فستان هيك قطني لونه أخضر، عينيها كانت تبرق في ضوء الشموع واللي كانت تحترق بالقرب منها. فيعني قعدت أوصف، استخدمت الباست كونتينيوس لعملية الوصف عن شيء طبعا في الماضي. كمان to express an interrupted past activity، زي ما حكيته إنه في حدث مستمر تم قطعه بواسطة حدث في الباست سيمبل. When the phone rang I was having a shower. هي يعني عندما رن التليفون أنا كنت بأتحمم. الآن عملية الاستحمام هي الأطول، ورنت التليفون هي الأقصر. بس خلينا نفهم حاجة اللي هو قطع الحدث. إيش يعني الحدث انقطع؟ الحدث انقطع يا جماعة يعني مش انه وقف، لا، انقطع بس، ولكن يعني حدث تقاطع مع حدث آخر في الوقت، مش انه قطعه يعني خلاه يوقف. تمام، فالتقاطع فقط في الوقت، وبعدين بنلاقي انه الحدث ممكن استمر. يعني انا ممكن كملت حمام وما ردتش على الجوال. ف when the phone rang I was having a shower. تمام، ولكن انه حدث في نفس الوقت. While we were playing tennis it started to rain. لما كنا بنلعب تنس بدأت تمطر. طب هل احنا توقفنا عن لعب التنس؟ ممكن نكون توقفنا وممكن ما نكونش توقفنا. اخر شيء واللي انتم حكيتوه to express an incomplete activity، وبدي اعبر عن نشاط غير مكتمل. فمثلا بقول I was reading a book during the flight. يعني انا قرأت كتاب خلال الرحلة. لا، مش معناتها قرأت كتاب، وإنما معناتها أنا كنت أقرأ كتاب. طيب، كنت أقرأ كتاب خلال الرحلة بمعنى إنه أنا ما أنهيتش أو ما أنهيت هذا الكتاب. طب لو بدي أقول إن أنا أنهيته بستخدم الماضي، فبقول I read a book during the flight. فعندي مثال هنا بقول I watched a film during the flight. الآن I watched a film يعني أنا
شاهدت الفيلم كله، the whole film، فالحدث اكتمل بشكل كامل. طب ايش نستخدم؟ past simple or past continuous؟ خلينا نشوف ايش في افكار عندنا في هذا السياق. Sometimes both tenses are possible. أوقات يا جماعة الزمنين ممكن أستخدمهم. فبقول I'm sorry I didn't go out with you last night. لأن لما استخدمت الـ past simple شوفوا إيش التركيز. I did my homework instead. طب إيش التركيز هنا؟ قال التركيز على الحدث كحقيقة مكتملة. يعني أنا بركز على الحدث، إيش أنا عملت امبارح؟ ليش أنا ما طلعتش معاك؟ لأنه I did my homework instead، عملت واجبي. طب هل أنا عملته في نفس الوقت اللي أنت رحت فيه؟ مش بالضرورة، لكن أنا خلص عملت حاجة بدل ما أطلع، يعني بدل ما أطلع معاك أنا عملت واجبي. طيب لما أقول I was doing my homework، هنا أنا بركز على الوقت، توقيت النشاط، متى أنا عملت؟ فأنت لما أنا أعتذر إنه ما طلعت معك الليلة الماضية، لأنه الليلة الماضية أنا كنت قاعد بعمل في واجبي، تمام؟ فالفترة اللي أنت طلعت فيها أنا كنت بعمل في واجبي وبحل فيه، فبالتالي عشان كده أنا ما قدرتش. فهنا في الأولى في الماضي بركز على الحدث، أما في الثانية بركز على توقيت النشاط. Questions in the past simple and past continuous refer to different time periods. يعني الأسئلة في الماضي البسيط والماضي المستمر بيرجعوا أو بيعودوا على أوقات أو فترات أوقات مختلفة. What was Sam doing when the alarm rang? يعني قاعد بحكي هنا عن النشاط اللي قبل ما التلفون يرن، يعني لما أسأل أقول إيش كان بيعمل لما رن التلفون، بمعنى إنه هو كان بيعمل شيء بعدين رن التلفون، بعدين ممكن يكون كمل أو رن التلفون أو رد على التلفون. فالباست كونتينوس الماضي المستمر استخدمناه عشان يسأل عن الأنشطة اللي قبل حدوث رن التلفون مثلا. فهي was sleeping، كان هو نايم. طيب what did Sam do when the alarm rang؟ ماذا فعل عندما رن التليفون المنبه؟ الآن رنت المنبه صارت بعديها سام عمل شيء. فالماضي البسيط بيسألنا أو بده يعني نحكي عن إيش صار بعد الحدث الثاني. فهي ران اوتسايد، لما رن المنبه ركض خارجا، يعني طار، مش عارف كيف، المهم طار. حين ننتقل ليوز تو، يوز تو expresses a habit or state in the past that is now finished. عاد في الماضي الآن منتهية، فبقول بالشكل المثبت ايش بقول؟ بقول we used to live with our grandmother. اعتدنا ان نعيش مع جدتنا but we don't now، لكن الان ما بنعيش معها. فهذا الشيء اعتدنا عليه في الماضي وانتهى، استخدمنا used to واجا بعد to live، الفعل في التصريف الاول. I didn't use to like chocolate. لم أعتد على حب الشوكولاتة ولكن الآن أنا بحبها. ف I didn't، هي النفي didn't، واستخدمت وراها الفعل مجرد لأنه في عندي didn't من غير ED، بعدين to، بعدين الفعل برضو مجرد اللي هو في التصريف الأول. Did you used to watch cartoons؟ وهنا سؤال بسأل عن عادة برضو في الماضي. برضو بدأنا بسؤال did، بعدين you، بعدين use من غير أي إضافة، بعدين to والفعل في التصريف الأول بعدها. ضروري نركز في التركيبات هاي لأنه بتيجي في الاختبارات وبتيجي في اختبار بشكل كبير.
أوكي، هذا أعتقد كل شيء عن used to. خلينا نشوف الجمل هاي الآن، يعني بدنا نشوف المشاركات تبعتكم. الجمل بدنا نستخدمها مع used to. في عندي جملتين، اللي حابة تشارك ترفع إيدها. طيب خلينا ننادي بس على الأسماء. أمل سامي. Yes, I used to eat spicy food. I used to eat spicy food. تمام. بي، خلينا نشوف دينا أبو الخير. طيب إيمان، سامي، We have three words. You have a motorbike. We answer the question. We say, did you used to have a motorbike? did you use to have a motorbike? Thank you. Yes. Thank you. Okay. Past perfect، المضارع الماضي التام. خلينا نشوف الزمن هذا وإيش حيثياته. The past perfect refers to an action in the past that was completed before another action in the past. يبقى حدث في الماضي اكتمل وانتهى قبل حدث آخر. طيب ذاكرين لما حكينا انه احنا وصلنا الى المطار الساعة 11 قبل او بعد وصول الطيارة، او عندما كانت قد وصلت الطيارة. The form of the past perfect is the same for all persons. نفس الماضي البسيط، الماضي التام نفس التركيبة لكل الضمائر، يعني I, he, she, we, you، كله بياخد had زائد التصريف الثالث. فبقول I had أو I'd، أو ممكن أقول I hadn't اللي هو النفي، you had, you hadn't, we had, we hadn't, he had, he hadn't, visited أو eaten dinner by 7 p.m. في السؤال بقول where did you put the car keys؟ جبنا هذا الفعل المساعد، بعدين حطينا الفاعل، بعدين التصريف الثالث. طبعا لو بدي أسأل سؤال من غير ال WH بقول had you put the car keys مثلا. Had he already emailed you? Yes, he had. No, he hadn't. اللي هو هذا السؤال القصير اللي هو yes or no question. The past perfect is used to make it clear that one action in the past happened before another action in the past. يبقى عشان احنا الاستخدام الأساسي انه انا بدي أتأكد انه الماضي استخدم او يستخدم عشان نحكي عن انه حدث في الماضي صار قبل حدث اخر برضو في الماضي. When Paul arrived we had finished dinner. عندما وصل بول كنا قد انهينا ايش، او قد تناولنا طعام العشاء. يعني هو حماته ما بتحبه، وصل وكنا احنا مخلصين الاكل اصلا. This happened before Paul arrived. يعني الحدث الطعام خلص وانتهى وحدث قبل وصول بول، مسكين بول. Past simple tells a story in a chronological order. يعني الماضي البسيط يا جماعة بنستخدمه عشان نحكي عن قصة بترتيب زمني. تمام، خلينا نشوف الجملة. Lara moved to Canada in 2006. She met Bob in 2007 and they got married in 2009. يبقى هنا إذا لاحظتوا استخدمنا الماضي البسيط
وعشان في ترتيب زمني 2006 2007 and 2009 ترتيب زمني. أما the past perfect can tell the story in a different order في ترتيب مختلف مش زمني بنفس الآلية السابقة. فمثلا عندي the past perfect can tell the story in a different order. Bob and Lara got married 2009. بعدين عندي Lara had moved to Canada in 2006 and had met Bob in 2007. فالآن بديت ب 2009 ثم 2006 بعدين 2007، ولكن أصلا أول زمن استخدمته إيش استخدمت؟ past simple. فإحنا يعني بدنا نأكد على الموضوع هذا يا جماعة، أنا بستخدم أول شيء ال past simple بعدين ببدأ أستخدم ال past perfect إذا كان فيش فيه ترتيب في الأحداث. طيب تمام. Notice the difference between these sentences. When I got here, Omar left. لأن يا جماعة هنا حين وصلت غادر عمر، بمعنى first I arrived then عمر left، يعني بداية أنا وصلت بعدين عمر غادر. أما when I got here عمر had left، لما وصلت هنا كان عمر قد غادر، يعني بمعنى first عمر left then I arrived، يعني في الأول عمر غادر بعدين أنا وصلت. تمام، يبقى الأولى بالأول أنا وصلت بعدين عمر غادر، في الثانية بالأول عمر غادر بعدين أنا وصلت. Past perfect continuous refers to longer actions or repeated activities. بيعود على أزمنة أطول ومتكررة، فبستخدم past perfect continuous. لما أقول by 6 I was hungry because I had been playing tennis all afternoon. فأنا طول فترة الظهيرة وأنا بلعب تنس، فاستخدمت بكل بساطة هو had زائد been زائد التصريف زائد الفعل زائد ing أقصد. خلينا نشوف الجمل هاي كيف ممكن تحلوها. اللي حابة تشارك ترفع ايدها. آية أول واحدة حاطة ايدها على الإسناد، تفضل يا آية. عابد I think I was tired as I had been traveling all day. لأنه yes. استمرت تعب طول فترة السفر. بالضبط، كل اليوم all day، فهذه وضحت لي انه I had been traveling past perfect continuous. Number two. Thank you يا آية. فرح عبد العال. Two. We were late when we arrived. The game had started. The game had started. Thank you. Number three. في حد تاني؟ جنين. يس جنين. When we rang, Lena answered. When we rang, Lena answered. لما رنينا ردت، يعني مش هترد علينا قبل لترن، هذا طبيعي. طيب آخر نقطة نحكي عنها هي الـ past tenses in the passive، واللي هو الزمن الماضي في المبني للمجهول. زي ما احنا عارفين انه استخدامات الماضي سواء في المبني للمجهول او المبني في المعلوم هي نفسها، احنا قلنا التركيز فقط على الفاعل في المبني للمعلوم، وبدي أركز على المفعول به في المبني للمجهول. We form the past simple passive. كيف بنشكل ال past simple passive؟ باستخدام was أو were زائد التصريف الثالث. فمثلا بيقول the new library was built in 2010. تم بناء
بناء المكتبة الجديدة في 2010. was built. هاي was زائد التصريف الثالث من build. استخدمت الباست بارتيسيبل. فهذا عبارة عن finished action in the past، حدث منتهي في الماضي. We form the past continuous passive، المضارع أو الماضي البسيط المبني للمجهول، بنستخدم was و were زائد being، وهذه ثابتة، زائد ال past participle. بمعنى the museum was being renovated when I visited. كان يتم تجديد المتحف حين وصلت، أو عندما وصلت، أو عندما زرته. فكانت في عملية مستمرة في الماضي. فانتربتد باس اكتيفيتي. We form the past perfect passive using من ال past perfect passive بنستخدمه يعني بنعبر عنه باستخدام had been زائد التصريف الثالث. فبقول I didn't see Tina because she had been delayed at the airport. لم أراها لأنها تم تأخيرها في المطار. فهنا past perfect passive، مش هي اللي تأخرت ولا، لكن هي تم تأخيرها في المطار. ف one action before another action، حدث قبل حدث آخر، يعني هم أخروها لذلك أنا ما شفتها. تمام، خلينا نشوف الجملتين هدول كيف ممكن أنتو تحلوهم. خلينا كمان مرة نرجع ل hands up if you'd like to share. اللي حابة تشارك ترفع ايدها. نبدأ مع نغم إذا حابة. طبعا محدد لكم هنا interrupted past activity، يعني زمن أو تقاطع أزمان. نغم حابة تحكي؟ آية. The office was being repainting when we arrived. Was being repainted when we Repainting. arrived. Yes. Okay. B. خلينا نشوف أمل قديح. The office had been repainted when we arrived. طب ليش had been؟ آه yes had been repainted. Yes. لأنه بنحكي عن حدث حدث قبل حدث لحدث آخر. آخر. تمام. Very well done. وبهيك بنكون خلصنا الوحدة. إذا حابين يعني احنا تقريبا هيك احنا أخذنا 50 دقيقة في المحاضرة. إذا حابين ممكن ناخذ أسئلة بحيث إنه نشوف كيف نمط الكويز ممكن يكون. إذا حابين بإمكانكم تحكوا لي، إذا ما مش حابين وحابين تغادروا بإمكانكم برضو. مش محتاجين تكتبوا أساميكم يا جماعة في الجوجل ميت، بحمل قائمة بالأسماء يعني. تمام، بدكم أسئلة؟ خلينا نبدأ مع الأسئلة. معلش لحظة شوي، خلينا نفتح الملف. بعد إذنكم لحظة شوي، حافتح لكم السؤال تحلوا براحتكم لغاية ما أرجع. معلش
تمام، أعتذر. عن التأخير. خلينا نبدأ. السؤال الأول بيقول أول شيء هنا قال I recognized him because I had met him at an exhibition earlier in this year. طبعا recognize استخدمنا ال past simple العادي. ليش استخدمنا had met؟ لأنه هو قابله قبل، يعني قبل لا يتعرف عليه. فهمت علي كيف؟ يعني قابله بعدين اتعرف عليه. تمام. Number two، رقم اثنين. It be hot in September but August. فايش ممكن الجواب يكون؟ اللي حابه تجاوب ترفع ايدها. آية، تفضلي آية. It was hot in September, but August had been. طيب ليش عملتي هيك يا آية؟ يعني إجابتك صحيحة، هاي had been. أول حاجة أنا بحكي عن ماضي اللي هو في سبتمبر شهر 9، فهو كان حار في سبتمبر، أوغست قبل سبتمبر اللي هو 8، فهو كان أحر منه. أنا بحكي عن حدثين في الماضي ومتسلسلين، فاللي قبل حياخد ماضي تام واللي بعد في تمام، الماضي واللي حياخد يبقى ماضي شهر، بس. شهر 8 هو شهر قبل يعني شهر 9، فبالطبيعي هو اللي حياخذ الباست بيرفكت. طيب، شكرا يا آية. نمبر 3، برضو آية، فيش غير آية عندنا؟ لينا، تفضلي يا لينا. When I saw her, her hair was wet because she had gone swimming. هو كلامك صح، بس بدل gun بدنا نحط been. التصريف الثالث يا جماعة تبع go been، خصوصا في الزمن اللي زي كده اللي هو ال present perfect. تمام، لأنه إيش الفرق بين gun وبين gun؟ يعني ذهب ولم يعد، أما بين ذهب وعاد. فلما أقول she had gone swimming ظلت تسبح، ولكن هنا بقول she had been swimming إنه كانت يعني البنت بتسبح وأنهت السباحة ورجعت. طيب خلينا نشوف. إيمان، تفضلي يا إيمان. I'm sure they had an argument before they had arrived. تمام، إيش يعني؟ أنا واثق إنه كان بينهم خلاف أو إنهم تشاجروا قبل تمام. أن يغادروا. Before they had arrived. تمام. الآن yes. الآن بدي أعطيكم أنا معلومة. يعني احنا كانوا زمان يقولون اياها، كان يقولوا after before. يعني قالوا استخدموا ال past perfect after بعد after وقبل before. فهنا بيطلع جوابنا غير صحيح، فبنصير نشيل هذه زي كده، وهنا بنقول had يا إيمان. فبقول I'm sure they had an argument، يعني أنا متأكد إنهم يعني قد ها أنا متأكد إنهم قد قاضوا مجادلة أو اختلفوا before they arrived، قبل وصولهم. يعني هاي الإجابة اللي بتكون بالشكل هذا. يبقى بدكم تحفظوها زي كده، after يعني بعد كلمة after بحط past perfect، وقبل كلمة before بحط past perfect. تمام، فهذا بهذه الآلية بكون الأمر سهل لكم. خلينا ناخذ بس سؤال ثاني، اللي هو ايش بقول لي بدنا نشوف الباسيف. هيو هنا هذا السؤال.
طبعا بقول لكم complete the sentences with the correct past simple form of the verb active or passive. يعني حنستخدم بس ال past simple يا إما active يا إما passive. تمام؟ ف number one, Jonathan was dismissed from his job because he had been rude to his boss. تم طرده. يبقى جوناثان هو المفعول به، هو اللي تلقى الطرد. خلينا نشوف نمبر 2، بريزيدنت تومسون برضو آية. يلا يا آية. President Thompson has was met at the airport by the ambassador. طب ليش استخدمتي was met؟ ليش عملتي اللي هو passive؟ ليه مش active؟ هو الرئيس تم مقابلته بواسطة، في عندي باي، هذه اها بتقول لي إنه passive. very well done, thank you Aya. When he was young, Rod Stewart worked at a cemetery. نور فريد تفضلي يا نور. نور worked when he was young، ماضي بسيط بس سمبل active. تمام تصريف التاني. يبقى رود ستيوارت worked at a cemetery. بكل بساطة ما فيش في passive وإنما active. أوكي خلينا ناخذ جملة هاي number 4 ونختم فيها إن شاء الله. The أو they not wake up by the terrible storm. يلا يا آية. They didn't wake up by the terrible storm. لا ليش مش عندي في باي؟ They wasn't قصدك weren't. Oh weren't. They weren't. Sorry. They weren't woken up by the terrible storm لأن هم المفعول به والفاعل هي العاصفة. شكرا لكم وبهيك بنكون اختتمنا المحاضرة. طبعا إذا حابين، مش عارف أنا ليش دايما معاكم هيك يعني بنتأخر في الأسئلة هاي، حليتها في المحاضرة اللي قبل الدفعة المجموعة الثانية الشعبة الثانية، وبرضه هاي الأسئلة حليتها لهم في الفيديو قبل. بإمكانكم لو حضرتوا بتلاقوا الإجابات وتتأكدوا من حلولكم. كل التوفيق بتمناه لكم، وتنسوش اختبار يوم السبت إن شاء الله. تمام. طبعا بالنسبة للمحاضرة الأسبوع الجاي غالبا حتكون يعني قبل المغرب، وممكن إحنا نخلي اللقاء يوم جمعة، فخلينا بنشوف كيف بتفق معاكم على آلية ونمط نشتغل فيها إن شاء الله، لأنه يوم الجمعة بنكون فاضيين، ممكن نعملها الصبح أو بعد الظهر مباشرة. بنشوف يعني آلية كيف وبنتفق عليها إن شاء الله. تمام، يعطيكم العافية، ودائما خلينا على تواصل على التليجرام، لما أنزل استفتاء بتردوا علي إن شاء الله. الكويز كمان مرة ولآخر مرة في هاي المحاضرة فقط يا جماعة. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.